لقمة مغمسة بدم الفلسطينيين الصابرين على سياسة التجويع الممنهج. ليلة طويلة قضاها الأهالي في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة حتى ساعات النهار الأولى في انتظار وصول شاحنات مساعدات، يقول الغزيون إنها لا تكفي نصف احتياجات عائلة واحدة. كيس طحين مرتقب كان له منتهى الأمل، علّه يسد جوع أطفال أصاب أجسادهم جفاف حاد ونقص في الغذاء حد الاستشهاد. من انتظروا في شارع الرشيد كانوا على موعد مع الموت. واجهتهم آلية الاحتلال وجنوده بالقذائف والأعيرة النارية، استهدفتهم فسقطوا بين شهيد وجريح في مجزرة جديدة. من حد ما دخلت المساعدات صارت تطلق نار من الدبابات والطيارات صارت تطخ علينا، ليش هذا فق عاملينه لنا يعني بالطريقة هذه؟ بدلاش مساعدات، الله يخلف عليك يا دول عربية، الله يخلف عليكم. وقف إطلاق النار لحظة دخول المساعدات لم ينفذ، بل مع الدخول بدأت عملية قتل عشوائية وممنهجة لا تميز بين كبير أو صغير. بكف مجازر، هذا نتنياهو مجرم، قتل الأطفال، يجب على نار في الضفة الآن، يهدم نتنياهو المجرم، قتل الأطفال، بكف عالم. فور وقوع المجزرة الإسرائيلية هورع الأهالي للبحث عن ذويهم، أملا في أن يكون من ذهب في مهمة جلب الطعام قد ظفر بفرصة في الحياة. مجمع الشفاء الذي يشهد هو الآخر وضعا كارثيا كان في انتظار أعداد من الشهداء والجرحى، والناس الذين تجمهروا في محيطه بين من يحمل شهيدا وآخر جريحا وثالث يبحث عن مفقود. الاحتلال لم يقصف المباني، إنما أطلق قناصته الرصاص عمدا وبشكل مباشر على المدنيين العزل. جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم اللامتناهية للاحتلال الذي لا يبدو أنه يلتفت لصوت خجول صادر عن الغرب، وينقض في كل مرة اتفاق هدنة أو تنسيقا مؤقتا لوقف إطلاق النار بداعي إدخال المساعدات لقطاع المحاصر.